اسلم وقفه للصاروخ ان انت تقف الصاروخ معاك كده، هتبقى انت بعيد عن الرايش، عن خط الرايش، وفي نفس الوقت لو الطاره اتكسرت تبقى انت بعيد عنها. في ناس بتقف بالطريقه ديت، فالطاره نفسها لما بتحصل فيها مشكله بتخبط فيه هو، وفي ناس بتعدي جسمها كله من على الطاره، فالطاره لما تتكسر بيبقى ايده ونص جسمه متعرض للرايش ومتعرض للطاره لو اتكسرت. انما كده لو الطاره اتكسرت انت بعيد خالص عن الخط بتاع الرايش، يعني ان الطاره نفسها الرايش بتاعها هو دوت المكان اللي انت بتحاول تهرب منه. تمام. لو انت شغال بصاروخ 5 اشتغل بطاره 5، لو انت شغال بصاروخ 7 اشتغل بطاره 7 او 5، لو انت شغال بصاروخ 9 تشتغل بطاره 9 او 7 او 5. انما ما ينفعش اشتغل بصاروخ 5 اركب عليه طاره 7. في حوادث ياما بتحصل بسبب ان الطاره دي حجمها كبير فالعزم بتاعها بيكون قليل فبتبتدي تتكسر. كل ما الصاروخ يقدم معاك كل ما هيحصل فيه فايبريشن، الفايبريشن دوت هيبقى عباره عن تاكل في الترس جوه، ده هيسبب ان الطاره نفسها تتاكل معاك بسرعه، وخطر ان هي تتكسر او تتشرخ هيبقى كبير قوي. فنحاول ان احنا يعني نبقى الصاروخ اللي معانا مش مبوش، يعني لو الصاروخ متبهدل قديم بس الترس بتاعه كويس مفيش مشكله عندك، المشكله عندك في الترس. لو الصاروخ نفسه لقيته ان هو مبوش، يعني في هزه كده وكده كده وكده، الهزه ديت مش مرغوب فيها، فالمفروض ان انت على طول الصاروخ دوت يا اما يتعمل له صيانه يا اما يتغير بصاروخ تاني. تمن العدد ديت ما الا ان هي تمن غرزتين جوه مستشفى مش اكتر من كده، فنحاول ان احنا ندفعهم في عده افضل احسن ما ندفعهم واحنا بنعالج نفسنا بسبب العده القديمه اللي عندنا. فالمهم عندك ما يكونش الصاروخ مبوش. طبعا في حمايه هنا المفروض ان هي راكبه، بس انا علشان خاطر بدخل بالصاروخ في اماكن ضيقه فانا شايل الحمايه. المفروض ان في عندك نظاره، انا لابس نظاره نظر فمفيش ريش هيدخل في عينيا، بس في نظاره مخصصه للصاروخ. لحظه، دي نوعيه من النظارات المخصصه للصاروخ بتبقى شفافه ولونها ابيض، هتحافظ عليها ان هي ما تتجرحش عشان خاطر ان هي ما تعملكش مشاكل في النظر. بس انا من ساعه ما لبست النظاره وانا راكن النظارات بتاعه الصاروخ، لان معتمد ان رايش لما بيدخل في النظاره فانا بغير النظاره خالص، لان انا ما بعرفش اشتغل من غير نظاره نظر. العلامات بتبقى ضيقه ولازم ان انا اكون شايفها كويس. بعلم الخط اللي انا ماشي فيه، بعتمد على الطارات بسكوته علشان خاطر ان هي ما تاكلش معايا كتير. الطارات ديت الوضع الطبيعي بتاعها ان هي الطاره الواحده بتخلص لك تقريبا في حدود 6 قطعيات من الكمر دوت. لو الصاروخ عندك كويس ممكن تطلع معاك اكتر لغايه 8 قطعيات، لو الصاروخ اقل من كده ممكن كل قطعيه تستهلك معاك طاره. بس المشكله في اخر الطاره لما تكون في تبويش، مش ان هي بتاكل الطاره وبس، ان هي كمان بتاكل الطاره وان هي معرضه ان هي تكسر لي الطاره. المشكله ان السرعات بتاعتها مع كسر الطاره انت ما تعرفش الطاره هتروح فين، فربنا يسترها علينا. دي كده حاجه صغيره علشان خاطر نعرف نمسك الصاروخ، وتعالى نقطع دي مع بعض. بسم الله. الحته الاخيره اللي من هناك انا مش مضطر ان انا اعملها كده، انا المفروض ان انا اقف برضو وقفه كويسه علشان خاطر اكون مرتاح. ابعد السلك بتاع الصاروخ عن المسار بتاعي علشان الرايش وعشان برضو ما ينتش معايا في حاجه. اهم حاجه عندي لما اشتغل بالصاروخ
ان انا اخلي بالي اخر حتة ما اقطمهاش علشان خاطر ان هي لو في وش هيتلحم في بعضه يبقى المفروض ان مفيش شفة هتبقى عندي، فلازم ان انا انيمها خالص فاجيب القطعية لغاية اخرها. ده بالنسبة للقطعيات بتاعت الصاروخ. وما تخليش الرايش او ما تخليش الصاروخ يكون الرايش بتاعي لقدام، الرايش بتاع الصاروخ لقدام لو الطارة اتكسرت هيبقى الطارة اكبر احتمال ان الطارة نفسها ترجع لورا، او ان الطارة الجزء اللي اتكسر هيكون عندك انت ورا. انما لما يكون الطارة الرايش بتاعها لورا الاكبر احتمال اول ما اتكسر ان الطارة نفسها هتكمل لقدام، تمام؟ لان هي هتخبط في الخامة وهتجري لقدام مش هترجع لك ورا. فدي كده حاجة صغيرة، واحنا دلوقتي بنفصل فرش بتاع مكنة، فخليكم معانا هتلاقي في فيديو موجود لي في الاي اللي فوق، تدخل خطوة بخطوة كده. في كمان نفس الفيديو محطوط 360 هتلاقيه موجود برضو في الاي اللي فوق، ان انت تكون موجود معانا في الموقع، وان شاء الله هنعتمد على ان انت تكون موجود معانا في الموقع بصورة شبه دايما الفترة اللي جاية ديت، على اساس ان احنا داخلين في شغل ميكانيكا، فحاول تكون معانا.